أزيد من 20,000 هكتار خصصتها مديرية الفلاحة بولاية ورقلة بهدف تطوير الزراعة الصناعية الاستراتيجية في المنطقة التي تتوفر على مساحات شاسعة قابلة للاستصلاح. المجموعة تاعها كاين قمح صلب 1586 هكتار، قمح لين 657 هكتار، شعير 416 هكتار، ولافوان 85 هكتار، وكاين نبات تاع تريتيكال لأول مرة في ورقلة درنا 40 هكتار. المجموع هو 2784. العام اللي فات كان عندنا إنتاج في حدود 94,000 قنطار. إن شاء الله السنة متوقعين أننا نتجاوز هذا الرقم، يعني مازال بحكم إمكانيات الولاية مازال نبحث. الذرة، القمح، الشمندر السكري وعباد الشمس وغيرها من المنتجات الزراعية الاستراتيجية سجلت نتائج مشجعة، ويعمل القائمون على القطاع على مضاعفتها نظراً للمقومات الفلاحية التي تتوفر عليها الولاية. فيما يخص الشمندر السكري راكم شفتوا انتم على العام هذا وين حضرتوا معنا العملية تاع الانتاج اللي كانت 450 هكتار. 450 هكتار للانتاج كان بين 60 حتى 80 طن في 80 طن في الهكتار. لما نقول 80 طن معناها حوالي 800 قنطره في الهكتار. هذه موجهه للاعلاف الحيوانيه. حنا نتمنوا ان شاء الله ان هذا سيرتو هذه النوعيه تاع الشمندر انها تتطور وانها تتوسع، ولما لا ان نصل الى يوم ان تكون هناك صناعه تحويليه كبيره في هذه البلاد. شعب فلاحيه استراتيجيه الاستثمار فيها سيعزز من قدرات الانتاج الوطنيه، مما يقابله تخفيض في فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.